ربنا يحفظك. دكتور عايزين نختم بآياتنا الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك يا مولانا. يعني هذا انتقال آيات بسم الله ما شاء الله موفق، والوصايا القرآنية لسيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سورة الضحى موفقة جدا جدا، يعني أحييك على انتقال واختيار الآيات. أشكرك دكتور محمد، شكرا مولانا.